مشاهدينا بنرجع بنكفي البرنامج وفقرة كثير مهمة ناطرتكم هالفقرة. معنا دكتور رجاء نباري فاميلي ميديسن سبيشاليست. مساء الخير لدكتور رجاء أول شيء. مساء الخير. كيفك اليوم؟ كويسة بصراحة. ده شرف كبير إلي أن أكون معكم اليوم. شكرا دكتور رجاء. دكتور رجاء من المغرب أصلا مش كمان؟ صح. أهلا وسهلا. بالك قد إيه في أمريكا؟ 25 سنة تقريبا. 25 سنة. You still speak عربي طبعا. عربي فرنش. دكتور رجاء في العربي. دكتور رجاء اليوم اكيد الموضوع اللي راح نحكي فيه هو موضوع كثير مهم بهم جميع المسلمين يلي عم يتحضروا لشهر رمضان لشهر الصيام المبارك. في تغييرات يعني جسديه كثير بتصير بجسم الصائم وفي طرق للواحد يساعد الجسد بالمرور بالصيام بطريقه يعني اهين واسهل من أول شيء خلينا نبلش بالأول نصيحة ممكن نعطيها للمشاهدين من بعد نهار صيام طويل. شو هي أول شغلة لازم يعملوها بعد صيام رمضان؟ طبعا المفطور نفطر بحاجات سهلة في الهضم وبعدين ممكن نتناول الحاجات الأصعب عشان المعدة بقى تبقى تتهيئ للأكل اللي جاي، سوائل كويسة، شوربة، حليب وتمر. طب ليش مثلا بيقولوا الشوربة والحليب والتمر؟ شو القاسم المشترك اللي بيخلي؟ بصراحة ما فيش قاسم مشترك ما بين الاثنين، بس الشوربة عشان هي سخنة وسهلة في الهضم. المعدة مش شغالة طول اليوم، ما ينفعش تحط عليها حاجة تقيلة مرة واحدة. مرة واحدة صح. الشرب بتتهدم بسرعة. حليب وتمر بصراحة عشان محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمله رسول، لأن في سكريات متهيألي وجسمي بمحتاج للسكريات. صح طبعا. والبلح والتمر في أحسن سكريات يعني اللي يحتاجها الجسم. احنا يعني يا دكتور احنا بنتكلم معاك النهاردة يعني أنا عارف طبعا بالنسبة لرمضان رمضان له يعني اشكال كتيره او احنا بنتكلم من وجهه نظر الطبيه زي ما ريتا شرحت لحضرتك ان بعد صيام يوم طويل الجسم بيحصل عليه يعني احنا مثلا مش صايمين طول السنه مره واحده بيصوم مثلا واحد بيصوم 12 13 14 ساعه فدي ممكن يعني خلال فتره الصيام ممكن يحصل مثلا اي مضاعفات اي في اول او يوم ثاني يوم. طبعا لما اول يوم وثاني يوم بنحس بهري كبير شويه ارق ارهاق ما نسبه السكر في المخ بقى نازله مش 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 هي يعني الدي انرجي ليفل بيتغير بس بعد كده بتبقى يعني بتاخد على الصيام بيتعود الجسد على الصيام. انا بدي اطلب من جميع المشاهدين اللي عندهم سؤال لدكتور رجاء يتصلوا بالبرنامج طبعا ويوجهوا السؤال للدكتور. انا عندي سؤال دكتور رجاء. تفضل محمد. عندك سؤال. هل الرياضه مطلوبه وقت الصيام او بعد الصيام يعني بعد الافطار او قبل الافطار؟ اوكي. الرياضه مهمه كثير كثير في رمضان. طبعا هي مهمه طول السنه بس أنا يعني بركز عليها في شهر رمضان بعد الفطار عشان يعني وقت الفطار قصير جدا. بنبتدي بنفطر الساعة 8 يعني عندنا 3 أو 4 ساعات ناكل فيها ناخد كل الحاجات اللي جسمنا محتاجها من فيتامينات وسوائل وأكل عم تقول 8 بتوقيت نيويورك صح بتوقيت الساحل الشرقي 8 نعم. 8 وشوية. يعني أنا بس بحسب كم ساعة عندنا عشان ناكل فيها. نعم. سو لازم نختار أشياء كويسة بتفيد الجسم. بس المشكلة في أول ما بنفطر تقريبا كعرب يعني دي حاجة معروفة بناكل بدل الوجبة وجبتين صح؟ عشان نلحق نهضم الأكل ده قبل ما ناكل أكل تاني لازم رياضة بعد الفطار والمشي أحسن رياضة. يعني مفروض الواحد يوصل على وقت الإفطار بياكل أول وقعة أول وجبة بيعمل سبور
وبعدين بيرجع بياكل الوجبة الثانية بهالطريقة بيكون أفضل يعني للجسم. للجسم. أوكي. طيب في عنا مثلا المعروف يعني برمضان إنه الحلو، ورح نحكي كمان على موضوع الكنافة والقطايف والحلويات. مثلا أم علي، أنا أم علي ما بعرفها بس بمصر مشهورة. آه مشهورة طبعا أم علي. سمعت بيها كمان كمان بالمغرب. اشرح لكم انا اوكي. هلا هلا محمد فاذا بنوجه لك السؤال. دي مشكله. ليش بياكلوا الحلو كثير يعني بصير في رمضان؟ يعني عادي اننا نحب الحلويات عشان during the day ما بيبقاش عندنا energy صح. والسكر يعني الليفل تبع السكر في البرين بيبقى قليل جدا. So automatically يعني بتشتهي انك تاكل حلويات. نعم. And that's the reason why we consume حلويات كتيرة قوي في رمضان. وطبعا ده شيء غلط جدا جدا. نعم. وشرب المية يعني مثلا في ناس لان طبعا تعرف ريتو حتى برضو انت عندكم صيام أكيد. مثلا في وقت معين صيام عن الاكل والشرب وكل حاجه، فاحنا بنصوم برضو عن الميه وعن الاكل والشرب وكل. فهل مثلا لما الواحد يشرب ميه كتير في الوقت اللي هو بتاع الافطار والسحور ده يعوض، ولا شرب الميه كتير ملوش؟ انه طبعا يعوض لازم، دي ده اشي اساسي في الفطار. لازم نحاول نعوض كل الميه اللي احنا فقدناها، عشان لو ما عملناش كده دي يعني بتبقى ممكن تشكل خطورة على فئة من الناس. يعني لازم نحاول نعوض ليست 8 كوبايات. بأي شكل الخطورة؟ يعني بيصير الإنسان dehydrated طبعاً. يعني dehydration لازم يعني بتحصل كتير وممكن تدور يعني من فئة الناس المسنين مثلاً. دوب يتدرب dehydration قوي يعني بتشوف كده في المستشفى كبار في السن جو ديهايدريتد. طب بعد اذن حضرتك ممكن ناخد تليفون شو رينا من نيويورك. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. والله اول مره اشارك في اي برنامج ده شرف لنا. أوكي شكرا. بمناسبه حلول رمضان المبارك اولا أتقدم لكم أولا ثم للأمة العربية الإسلامية بخالص التهاني، وإن شاء الله يا رب يعيد علينا بالصحة وعلى الأمة الإسلامية. I want to ask a question للدكتورة. اتفضل. Some advices you know for the kids للأطفال لأول مرة عرفتوهم. The advices you know what they should to eat you know في السحور. لأن الأطفال عارف هو رمضان بيت الصيف وحر، فأول ما يأدي المغرب كل الأطفال you know they start to drink you know they want to drink. يروحوا للصودا ويروحوا للجوس والماء والمية يعني أسهل طريقة يعني أي عصير مثلا يقويهم صحيح. أنسب يعني طريقة لإفطار الأطفال. أوكي. أجاوب. شكرا مدام نيا، كل سنة وأنتم طيبة. كل عام وأنتم بخير. باي ذا واي أنا من الجزائر وآي هوب يعني كل العربي they support us في كأس العالم. أكيد. وفي فيفا لالجيري. والسلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضلي. طبعا الصغار اللي في السن اللي ابتدوا يصوموا اول سنه لازم نخلي بالنا منهم عشان هم كمان يعني prone to dehydration. عشان بالنسبه لي انا هم لسه اطفال 9 سنين ساعات 10 سنين بيلعبوا كتير يعني they lose some energy. يعني مش حينفع نقول لهم ما تقعدوا ما تطلعوش برا في الحر. So they lose much water than elderly يعني زينا أو مسنين. So لازم نخلي بالنا منهم أي علامة إرهاق توتر أو يعني تحس إنه تعبان دي علامات الديهايدريشن. وأهم حاجة يعني لما البول بقى يبقى بتلون دي it's a very important sign بتاع الديهايدريشن. لما بيبقى أصفر غامق لأورنج لازم نخلي بالنا يعني لازم الأطفال دي
عايزة سوائل أكتر. في الفطار بقى لما يفطروا يستحسن إن السوائل ممكن تعملوا عصير فواكه، عصير ناتشرال طبيعي طبيعية طبعاً مفيش حاجة معلبة، وعصير فواكه مفيد جداً جداً مليان سوائل، في مية كتير، وأهم إشي في فايبرز، في فيتامينز، عصير خضر، أي حاجة يعني أي خضرة أو فريش فوت أنتوا تحبوها طبعاً يستفيدوا منها جداً جداً، ومية طبعاً لازم تريبلنش السوائل. والمفروض نستنى 10-15 دقيقة قبل ما نبلش في الأكل التقيل عشان ندي وقت للمعدة إنها تجري عشان الأكل. يعني زي ما ريتا اقترحت كده بالضبط، يبقى ده الكلام المظبوط، إن إحنا نفطر بحاجات بسيطة، سوائل، شوربة زي ما الدكتورة بتقول، وبعد كده شوية رياضة، وبعد كده تبتدي أكل. والحلويات بقى يعني احنا طبعا عايزين نتكلم في موضوع الحلويات ده. الحلويات يعني بصراحه مشكله كبيره في رمضان، نستهلكها بكميه فظيعه جدا جدا، وطبعا ده غلط. المشكله مش في الحلويات نفسها، بس في رمضان ويتند اننا ناكلوها بعد الفطار. نعم صح. احنا اوريدي بعد الفطار اكلين ما شاء الله حاجات كتيره، المفروض نوقف على الاكل لغايه ما نلعب رياضه ونهدم اللي احنا كناه، فهم؟ عشان ممكن نستهلك حاجة تانية. لو كان الحلويات زي ما بيقولوا هنحلي بعد الأكل صح؟ كل حاجة كناها بعد الأكل بتسبب يعني الحاجات دي بتتراكم كفات في البادي، يعني بتسبب سمنة، دهون وسمنة طبعاً، والسمنة طبعاً حاجات كتيرة مش لازم نروح يعني حاجات كتيرة زي الكوليسترول ودايبيريز وكله. يعني نفس مش الوقت مفضل الواحد ياكل حاجه حلوه أكيد بعد الاكل على طول؟ لا 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 طبعا، حتى في العادي من غير الصيام يعني المفروض لا. بس عارف المشكله في رمضان زي ما بقول عندنا 3 ساعات لازم نختار احنا بناكل فيها ايه. لو انت اكلت مثلا حاجه حلوه في during the day وانت مش صايم، عندك 5 ساعات ممكن تهدم قبل ما تاكل الوجبه الثانيه. بس في رمضان عندك 4 ساعات، كلت الاكله الاولى وحليت، كل الحاجات دي هتروح يعني تتخزن، خاصة انه كمان الجسم بالليل. تفضل صح. بس ممكن يعني تاكل حتى واحدة او اثنين لو لعبت رياضة على طول بعد الفطار. لازم لازم بأكد بيها، والمشي حقيقة يعني احسن حاجة في المشي. المشي مش الرياضة اللي هي يعني. خلينا ناخذ اتصال ثاني. معنا اتصال من كونكت. مساء الخير حنان. هاي مرحبا. اهلا ازيكم. انا حبيت اهنيكم بحلول رمضان ونهني اهلي، وان شاء الله يكون شهر سماح ومحبه يا الله. ان شاء الله. وانا عجبتني الروح اللي عندك اول ما بديتي البرنامج، يعني نحن مسيح ومسلمين يعني ما عنا يعني انا نفس يعني المحبه والصحيح انه مختلفه يعني اعيادنا، بس بنهنوا بعضنا سواء مسيحي ولا مسلم يعني اكيد نحبوا هذه روح المحبه، روح التسامح. يعني نحن عرب عنا صحيح برسك التقاليد هي نفس التقاليد عنا، نفس يعني نفس الثقافه، نفس الحضاره بتجمعنا، مش مفروض الدين يفرقنا. حنان انه مش مفروض، وهذا الله انا بدعي كل سوى مسيحي ولا مسلم ما يخلي ولا شيء بيفرقنا ولا شيء. نحن عنا الله واحد يعني، والأديان تختلف يعني، هذا كل إنسان حر في الدين اللي يختاره، بس نحن يلزمنا نكون نحب بعضنا، ويلزمنا نكون يعني متواصلين مع بعضنا. أنا والله سمعت برنامج بيحكي فيه جورج والسوف المطرب، فبيحكي هو كيفاه يعني هو مسيحي وكيفاش أمه يعني في أعياد المسلمين يمشوا الجيرانهم وأعياد المسيح كيف يعني هذا كيفاش لازمنا نكونوا. هذا التعايش المشترك الحقيقي يا حنان. عاداتنا وتقاليدنا حنان هي المفروض تكون كده، وده اللي احنا بنطالب بيه يعني دايما على طول، ان احنا يبقى عندنا هوية فيها يعني اسم الشخص، ومفيش الديانة ومفيش الوظيفة، لان احنا كلنا يعني اللي بيفرق بين واحد بين شخص واخر هو المعاملة والطريقة بتاعته مش دينه. حنان الله يا الله شهر رمضان يعني يكون فيه محبة وتسامح، ويا الله كل الشعور بالعربية باختلاف الأديان نحب بعضنا ونتسامح ونبتسم. حنان عندك سؤال معين لدكتور رجاء؟
زار حنان بعتقد انقطع الخط. دكتور في معنى اتصال ثاني، اتفضل. من نيويورك معنا سلمى من نيويورك. اهلا اهلا يا سلمى، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه مدام ريتا. شكرا، اهلا وسهلا فيك سلمى. الله يخليك. انا بس حبيت اكلم واقول لكم كلكم كل سنه طيبين وهتوحشونا في رمضان، وان شاء الله ارجع واكلمكم تاني بعد رمضان ان شاء الله. وبرامج رمضان هتبقى حلوه هتسلينا كلنا، وان شاء الله كده يكون شهر كده مبارك علينا جميعا يعني. مين يا رب. شكرا شكرا يا سلمى. يعني انا عايز اقول لك يا دكتور، في صديق ليا بعت لي حاجه يعني انا انبسطت بيها، بس يعني لما تشوفيها هتتخض. يعني المنيو اللي هو عاملها لمراته 30 يوم في رمضان، 30 يوم في رمضان محضر لها، محضر المنيو اللي هو فطار وايه الحلو وايه السحور. بس لما يعني انا مش طبعا مش هنقرا المنيو، بس يعني من ضمن الحاجات مثلا على الفطار صينيه بيتزا مكرونه ولحمه مفرومه، الحلو قطايف، السحور فول بالسجق، بيض مسلوق، بطاطس محشيه، محشيه بيض. يعني ده طيب مزبوط. يعني سؤال كتير محله، اي متى نحن على طول بنقول انه شو الاشياء اللي لازم نعملها؟ وهو بالفعل الطعام والاكل بيقرب العيال، يعني بيقرب القعده. السمر يعني الكلمه بالعربي السمر هو اجمل شيء وقت الواحد يكون قاعد وعم يتسامر هو واحبائه وعائلته، والاكل يعني بيجمع بين هالعيله. ولكن اي متى لازم نقول ستوب؟ وشو هي يعني الليمت للاكل برمضان؟ أو المفروض أني حاول أني أقلل من المقليات والحاجات الدسمة. That's very important. أولاً غير هيك شغلة ممكن ناكل اللي نفسنا فيه، يعني كل حاجة احنا نفسنا بس نحضرها بطريقة صحية ما تكونش مقلية أو دسمة. الكوانتري يعني portion control مهمة جداً جداً جداً. يعني المثل بيقول ما تاكلش لغاية ما تشبع، يعني تقعد على السفرة وانت جعان وتقوم وانت جعان. طبعا صعبة شوية ان نعمل صعبة كتير يعني. كتير كتير، بس على الاقل لو ما عملناش الحتة دي لازم نعمل نتمشى. اجاوبك على سؤالك ريتا، التجمع العائلي جميل جدا في رمضان وحلو، بس المشكلة اننا بنتجمع على السفرة ومليانة اكل والتي في. يعني شو الغلط؟ يعني شو الغلط؟ اولا مفيش حركه، قاعدين صح. ثانيا واحنا قاعدين بنتكلم ونجيب في سيره الناس ونضحك بناكل حلو، بنجيب في سيره الناس على يعني. بس انا اقول لك على حاجه، يعني العرب عموما هنا في امريكا ايه الخروجات بتاعتهم؟ كلها عباره عن بيتجمعوا على اكل بالزبط. هنا البارك يعملوا باربيكيو، انت واصحابك وعائلتك بتعملوا هيك. احنا كمان كل الناس بتشوفوا كده، احنا كمان باربيكيو في البارك، او هنروح كلنا ناكل في مطعم. استاذ محمد دي مش مشكله خالص، هناكل النهارده اكله ثانيه، او النهارده في سمك مشوي. يعني كله بيدور حوالين الاكل هو المحور. هيك جوعان محمد. بس انا عندي سؤال بقى عكسي شويه يا دكتور. يعني دلوقتي في ناس بتستغل رمضان ان هم يخسوا، عايزين يخسوا في رمضان. فاللي بيحصل ايه؟ ان هم بيتعمدوا ان هم ما ياكلوش كويس في رمضان. فممكن ده ياثر يعني يبقى له تاثير صحيا على رح اجيبك دكتور، بس خليني اتكفي محمد يمكن النقطه اللي كنت عم تقوليها عن خطر التلفزيون. يمكن يعني انا كنت عايزه اقول ان المشكله اننا قاعدين وبناكل كمان، بس زي ما كنا بنقول يعني اللي قلت عليه حضرتك كويس جدا، اننا يعني في الايام العاديه ممكن يعني قعدتنا كلها تبقى على الاكل عشان في وقت نهدم. بس في رمضان ما فيش وقت. again I go back to the same idea، عندنا 4 ساعات ممكن نتجمع يعني، بس مش على السفره وعلى التي في. لازم نكتر من الحركه اول شيء، ولازم اول ما نخلص الفطار نشيل كل حاجه من على السفره.
ما لازم الواحد يعني لا يقضي وقته عم بيقضي دي بنسميه بندخل طعام على طعام ودي برضو أوحش يعني حاجة ممكن تعملها بس بعد كده خلصت الطعام الاكل العادي ودور بقى على السكريات يعني لا 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 لازم تهضم الاول عشان ممكن تاكل الثاني صحيح في معنى اتصال أيوة محمد معنى اتصال من نيو جيرسي جوزيفين مساء الخير الو جوزيفين اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام كل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان كل عام وانتم بخير وكل عام والأمة العربية كلها بخير إن شاء الله الحقيقة أنا بحب البرنامج تبعك ومعجب فيه وبستنى من الأسبوع للأسبوع بس أنا عندي سؤالين عندي سؤال أول سؤال للدكتورة تفضل جوزي مع مرض الكلى يعني مبلش يعني كل مبروع على الدكتور بلكي الكلى مع يعني بنزلت فهل الصيام يعني مضر إلى ولا شو يعني يسوي يعني؟ سؤال مهم. شو السؤال الثاني جوزيفين؟ السؤال الثاني أنا الثاني معي سكري فأنا مش عارف يعني شو الأشياء اللي أمتنع عنهن ولا الصيام مضر إلي ولا لا يعني بس يعني. حلو. شكراً. شكراً جوزيفين. شكراً وبرضو جوزيفين. يعني زي ما حضرتك انت بتقولي انا بستني البرنامج من اسبوع لاسبوع لو عندك اي اقتراح عندك اي حاجه عايزه ان احنا نتكلم فيها تضيفيها تشرفينا في البرنامج يعني يبقى احنا بننبسط لما بنسمع اقتراحاتكم نعم تفضلي دكتور الكلى مرض الكلى ومرض السكري اوكي اجاوب على السؤال الاول مرض الكلى ده شوي التوبيك شوية كبير مرض الكلى في ستيجز واحد تاني تالت رابع وبرضو بتفرق طبعا لو آخر ستيج وهما بيعملوا دياليسس مش لازم يصوموا لو في ستيج الأول والتاني عندهم ضعف في الكلى بس ما في مشكلة إن الواحد يصوم بس يخلي باله من السوائل كتير 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 لازم يعود السوائل بالليل تاني إشي بالنهار ما يتعرضش الحرارة مفرطة وكمان ما يعملش مجهود كبير عشان كل الحاجات دي ممكن تزود في الديهايدريشن في أعراض مثلا ممكن الواحد يعني يحس بيها أو كده لو يعني بالنسبة للكلى يعني لا ما فيش أعراض في الأول ما بتبقاش في أعراض بس renal function ممكن worsens يعني بتعيا أكتر بتسوء عشان الكلى دورهم هم إنهم يوزنوا المية في الجسم صح لو في مية كتيرة طبعا حيطلعوها لو ما فيش مية so they work too hard يعني بيشتغلوا أكتر من لازم عشان يخزنوا المية اللي الجسم محتاجها لو المريض already عيان بالكلى والكيدنيز بيشتغلوا over طبعا ده حيضر الكلى اللي أنا بنصح به بس يشربوا مية كتير كتير طيب موضوع السكري السكري طبعا في السكري واحد والتاني السكري الناس اللي بتاخد انسولين طبعا ما اظنش انهم يقدروا يصوموا عشان لازم ياخدوا انسولين وياكلوا بعديها التايب 2 اللي هم بياخدوا دواء اكشلي في اتعملت دراسات كتير على المجال ده ولقوا ان يعني الكونكلوجن كانت ان مرض السكري بيتحسن بالصيام بس كمان يعملوا يعني عادات كويسه بالليل يعني كتروا من الفروتس والفيجيتابلز مش مفيش مقليات مفيش كنافه وام علي حاجات سويتس من الليل نعم خلي ناخد اماني من نيجيرسي اماني الو مساء الخير اماني عم تسمعينا بالزرق ما بعتقد في في معنى إخلاص. اخلاص من نيجيرسي الو مساء الخير اخلاص عندنا
عندنا أماني إنه إخلاص ترد علينا. أماني يعني صفات جميلة. خلينا ننتقل لموضوع اللحوم. يعني اللحوم على طول بنسمع في دراسات كتير حديثة بتقول خففوا كتير من أكل اللحوم، وخاصة الأمريكيين، يعني الكالتشر هون وثقافة الأمريكيين هي إنه ناكل كتير ستيك. هل في ضرر أو لازم ناكل لحوم أكثر بحكم إننا منصوم؟ يعني لازم ناكل لحوم طبعا، it's a good source of protein، بس نختارها كويس. طبعا اللحوم البيضاء أحسن من الحمراء. نحاول نكتر من السمك والتشيكن. الستيك ولا اللحمة الحمراء بتبقى صعب في الهضم، يعني لو كترنا منها في رمضان ممكن يعني تشكل عسر الهضم وتخمة. وبرضو طبعا الكوليسترول وكل الحاجات الكويسة دي لازم نقلل منها على مرة في الأسبوع بس. اللحوم البيضة كويسة طبعا، it's a good source of protein. يعني لازم تقول لصديقك يظبط شوي المنيو تبعه. المنيو بتاعته لا ده فظيع خالص. لا 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 يطلع من رمضان يعني عنده كل حاجة. لازم يعني ينتبه شوي. يعني اللحوم لازم يخلي بس في ناس مثلا اللي هم الفيجيتيريان ما بياكلوش لحوم خالص. صح. وصحتهم زي الفل. صح. فمعنى كده ان ممكن اللحوم تتعوض، يبقى في سبستيتيوشن. طبعا ممكن، ودي يعني اتس ا ديفرنت توبيك كومبليتلي، بس ممكن ناخد البروتينات ما تبقاش حيوانيه تبقى نباتيه. صح. والدهون الحيوانيه تبقى نباتيه، بس لازم لها دراسه وتعرف تاخد منين البروتين الصح اللي اللي لازم. طب ناخد من بنسلفانيا، ناخد امينه. انا معاك على الخط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. وانتم كذلك، تفضل. الله يجزيك. اريد ان اسال الدكتوره رجاء النفاهي، هل السحور مفيد ام مضر للصحه؟ وما هو الاكل المفضل؟ وهل هناك اكل جيد؟ سؤال حضرتك بالضبط، ايه الاكل الجيد للسحور؟ شكرا. اوكي امينه، هنجاوب على سؤالك. السحور مهم جدا، يعني وجبه مهمه جدا، مش لازم يعني نفوتها. لا مش لازم نفوتها. ممكن نفوت ما بين الفطور والسحور. يعني لو ما كناش ما بين المغرب والسحور it's okay، بس لازم ناكل أكل السحور عشان ده اللي بيساعدنا لتاني يوم. النهار طويل وسبشلي في الصيف بيبتدي يعني طويل، لازم ناخد السوائل اللي جسمنا بيحتاجها في الفطور عشان to last the whole day. طيب اليوم إذا الواحد بده يوعى على السحور مش كمان عم ينقصه نوم؟ كيف الواحد بده يعود أو ينسق ما بين الأكل وقلة النوم؟ بصراحة النوم بيبقى مشكلة شوية في رمضان especially in America. لازم بقى نصحى نشتغل في نفس الوقت 6-7. يعني بصراحة ما فيش نصيحة ممكن أديها للناس، بس ما يطولوش قدام التي في. يعني نحاول ننام ساعة 10-10:30، ممكن ننام إناف لغاية السحور. وكمان اللي أنا يعني بنصح بيه الناس during the day يحاولوا ياخدوا يعني ساعة أو ساعتين يناموا فيها يعودوا ما فاتهم بالليل، عشان النوم مهم مهم جدا جدا في رمضان. صحيح. يعني الصيام صحيح. في امريكا طبعا ده صعب يعني صعب وفي نفس الوقت اكيد يعني اللي بيعمله بيبقى بيجازى عليه. فمعنا تليفون، معنا تليفون، معنا احمد عم يتصل فينا من نيو جيرسي. مساء الخير. السلام عليكم، اسمي احمد ابو عمر وانا عندي كويستن للدكتور. تفضل. تفضل. أنا 13 و إيه proportion size of food هاكل after رمضان؟ فهمت السؤال دكتور رجاء؟ أنا ما كمان ما فهمته. أحمد can you repeat please؟ hello. هو عنده 13، عمره 13. عم بعتين عم يسأل عن ال portion of food اللي هو كان يأكل in رمضان. يعني هو عنده 13. يعني أحكينا عن موضوع يمكن ال portion دكتور إذا بتحب ترجعي تحكي عنه الموضوع.
بصراحة ال 13 year old محتاج أكتر عشان هو في يعني في فترة النمو مش لازم تلمت your portion بس تأكل صح fruits vegetables زي ما قلنا أهم حاجة في رمضان إننا نقسم الأكل نعرف ناخد البروتينز والكالسيوم وكمان ال carbs لازم نحاول يعني تكون variety of food عشان نستفيد منها بالضبط ده حتى الأدلت نفس الوضع يعني. نفس الوضع صح ما فيش يعني مش هتفرق كتير عندي 13 year old طيب دكتور اليوم نحن بس يعني في عنا محرمات وفي أشياء مسموحة بالنظام الغذائي إذا كنا عم ناكل أو إذا كنا عم نحكي مع حضرتك بنهار عادي يعني during the day بنهار ولكن إذا كنا نحن عم ناكل بالليل يعني قلب جسمنا ونحن عم نشتغل بالنهار في عنا مثلا إشياء يمكن إذا عم نحكي عن الصودا let's say خلينا نحكي عن إشياء معينة items معينة الصودا بالتحديد يمكن فيك تقولي لي بنهار إنه مسموح يمكن one can بالليل مسموحة كمان بصراحة الصودا in general يعني مش مشروب كويس وما بنصحش بيه أساسا بس في رمضان بالزبط we try to avoid أي حاجة فيها كافيين صودا تي الشاي بعد الأكل ممكن طبعا الكافيين بتخلي زي diuretic بتنزل مية من الجسم أو to limit to one cup يعني بعد الأكل أو green tea يعني. صح أي لو هو مش فيه كافيين يبقى كويس جدا عشان ده كمان يعتبر من السوائل بس السودة فيها كافيين كل الكافيين طب كان في سؤال مع عن السحور المثالي يعني إيه اللي ممكن الواحد يكون السحور سؤال كويس جدا جدا عشان هو مهم لازم الفروتس الغنية بالمية حنستفاد منها جدا جدا في طوال اليوم ممكن ناكلها ممكن نعمل عصير في فروت أغنى طبعا من المية من يعني الكاندلوب والوورميل الحاجات دي كويسة تقريبا عشان بس دي يعني نعتبر دي فروتس يعني لكن في مثلا احنا يعني المصريين عندهم عادة مثلا الفول لازم ياكل كل يوم فول كويس عشان هو كمان حيخليك البيض الجبن بس التوابل تحاول تنقصها في الفول وكمان الملح عشان كمان هو حيعمل لك ديهايدريشن يعني. نعم خلينا ناخذ اتصال دكتور من نيويورك مساء الخير اسمهان مساء الخير تفضلي ازيك يا دكتوره كويس اسمهان تفضلي شكرا انا كنت والله بدي اسال عن موضوع السحور والفول لقيتك انت بتتكلمي يعني ايه احسن شيء ناكله على السحور غير الفول يعني والزبادي الزبادي مهم الزبادي مهم جدا سؤال كويس سؤال صح شكرا 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 في السحور يعني مش لازم تبقى الوجبه تقيله خلي بالك انت هتاكل وبعدين هتنام يعني عشان ناكل لحمه وحاجات تقيله دي مش طبعا عشان الزبادي انا I insist on fruits and vegetables خفيفة سهلة بس فيها فايبرز حيساعدنا طول اليوم المية اللي فيها حتفرز تدريجيا طول اليوم أيوة. يعني وجسمنا حي is gonna use it حاجة تقيلة هذه كمان ممكن تسبب تخم وعسر الهضم طب برضو الفول حضرتك إيه رأيك؟ لكمية محدودة يعني ببص على المنيو اللي صاحبي بعت لي انه ايه فول بالبيض فول بالطماطم فول مهروس مش عارف ازاي طاجن فول بالصلصة يعني انواع الفول كتيرة يعني انتوا تاكلوا الفول في السحور وبعدين يعني حاجات كتيرة قوي فول بزيت الزيتون فول بالبيض يعني فالفول فول موضوع كتير الفول يعني ده دي حاجة اساسية بتتسحروا بيها يعني الفول صاحبه الفول كمان is a good source of protein بس نباتي طبعا احسن من اللحمه بكتير عشان هو نباتي لو انا هختار ما بين الاثنين هبقى طبعا فول والبيض طبعا البيض كمان كويس مهم. جدا في ميه وفي كالسيوم في حاجات يعني نيوتريتيف دكتور يعني ما بشوفش خلينا نحكي شوي عن موضوع النساء الحوامل
هل فيها المرأة الحامل أنها تصوم بدون ما تأثر على الجنين؟ سؤال كويس. يعني ال- 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 الحمل ال- الست الحامل لو صامت ده ما فيش تأثير على الجنين نفسه، بس ممكن يأثر على الحامل نفسها. وبصراحة ده يفرق من حامل لحامل ومن حمل لحمل كمان، يعني الحمل الأول مش زي التاني أو التالت. لو يعني الحامل شايفة إنها بصحة كويسة وما عندهاش مشاكل صحية وقادرة إنها تصوم طبعاً. تصوم. طب لو بقى ما تولد وترضع؟ الرضاعة حاجة تانية بصراحة. الرضاعة في ستريز يعني بحوث كتيرة اتعملت وأكدت إن قلة السوائل بتنشف حليب الأم. وأنا بصراحة من الأدفكت تابعة يعني لحليب الأم. يعني ناخد معلش تليفون ناصر من نيوجيرسي. ألو؟ ألو، هاي دعاء. أهلاً وسهلاً. أنا ناصر. أنا حابب أسأل الدكتورة سؤال. أول شيء رمضان كريم بجميع الأمة الإسلامية موجودة في نيوجيرسي، نيويورك، the whole state. الكويشن تبعي أنا إنه ما بعرفش أتصحر، إذا بتصحر بجوع. So I, you know, I go through the whole day بدون فطور، بس I don't know if this is right ولا it's not. Thank you very much. شكرا ناصر. يعني ما بيتسحر بيجوع، يعني زي ما تقول الواحد لما احيانا لما الواحد بيبقى بيعمل دايت بيحاول ان هو ما ياكلش، بيبقى زي ما تقول لايف ستايل شويه بيتغير شويه بشويه ما بيجوعش، لكن لما بيحس ان هو بياكل عايز ياكل تاني بعد شويه عايز ياكل تاني. فهو نفس الحكايه، بيتسحر بعد مثلا ساعتين ثلاثه بيقوم من النوم جعان. المفروض ما يجعش، المفروض لو كل حاجه كويسه ومفيده للجسم يعني الحاجه دي هتساعده انه يصوم تاني يوم. بس انت حضرتك بتقولي المفروض، بس هو ده حقيقي اللي بيحصل يعني بس هي على حسب شو عم بياكل. ممكن الشخص ما بياكل حاجات مفيده it's gonna last the day. عارف حاجات فيها فايبرز مثلا lasts، بروتينز lasts. لو كان سكريات وزبادي تقريبا ما كانش حاجه خالص. دي it's a source of energy ساعتها، بس تاني يوم حاجة يعني زبادي. سكريات السكريات تقصدي بيها ايه؟ يعني ال 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 الحاجات الحلوة دازلايس، يعني زي ما كل. عشان كده أنا بأكد إني مش لازم نأكل سكريات عشان it's empty energy. يعني ما بتفيدكش تاني يوم. زبادي يعني زبادي كويس. زبادي كويسة لأنه حضرتك دكتور قلتي زبادي. دكتور خلينا يعني نطرح عليك آخر سؤال قبل ما، لأنه وقت عم بيدهمنا واسم الله الاتصالات كمان المشاهدين. نصيحة بتحب توجهيها لجميع المشاهدين بهالشهر المبارك؟ أول إشي أتمنى لكم شهر مبارك وصيام صحي. وطبعاً السوائل يعني مش it's not enough إن نركز عليها. very important إن نعود اللي بفوتنا بالنهار، especially إن الرمضان في فصل الصيف، وممكن يعني بننسى ناخد enough سوائل. وفي نفس الوقت السادة المشاهدين اللي عنده سؤال وما قدرش إن هو يتواصل معنا في الحلقة برضو من خلال الفيسبوك عندنا نقدر يتواصل معنا، واحنا بين الدكتورة يعني قالتنا قبل الحلقة ودايما صح. احنا بترحب بكل الأسئلة ان هي عندها سعادة تجاوب. طبعا هي مش موجودة في كل مكان الناس بتتصل، ولكن ممكن توجه او تدي النصيحة الطبية المهمة او توجه ان الواحد يروح فين او يعمل ايه بالضبط. فممكن اللي ما قدرش يتواصل معنا خلال الحلقة النهاردة يتواصل معنا اي وقت على الفيسبوك، وفي نفس الوقت احنا بنوجه الاسئله كلها للدكتوره وبتجاوب عليكم. نعم ان شاء الله دكتوره رشا. نعم بشكر حضرتك وان شاء الله انت صايمه في رمضان. ان شاء الله طبعا. كل سنه وانت طيبه وانتم طيبين. شكرا شكرا دكتور رجاء نباري على وجودك معنا. مشاهدينا خلينا ننتقل فاصل اعلاني ونرجع نكفي بقيه حلقتنا لليله. لا
Mm-hmm.